بسم الله الرحمن الرحيم. دياره بحثي اما لبلاغيه بحكم اويك علمي بياني شوي قسمك لا بشك لسي بشكاني علمي بلاغه خم لو علمي بيان دا بشك استعاره بو يعني استعاره من خنزين بلاغتي استعاره شيه كافرازي برايان لمن اوه ويانود تو فقد استعاره وتشبيه كناياتي تيابو هنا كان زي ما نقسمه ملافقه كرو ملافقه قال استعاره وكنايه نزل سبق لك ان بلاغه التشبيه اتيه من ناحيتين علي اوتي فروه بوتو وتزعني وبجود عشنا بوكا بلاغه التشبيه لدون ناحيه وارده لي. الاولى تاليف الفاظه يكي كان مربوط بتاليف الفاظ تشبيه كابو والثانيه ابتكار مشبه به بعيد عن الاذهان دو من كوابو ك بك بس فدو مشبهك اوابو كتو ابتكاري مشبه به كذكرك او مشبه به بعيد لا اذهان به يعني كانما تو قركت كارك جديد اكي شيء جديد توزيته باشا كأو مشبه به كتو ابتكار كذلك لا يجول إلا في نفس دي في نفس أديب وهب الله له استعدادا سليما في تعرف وجوه الشبه الدقيقة بين الأشياء كديار أوش ناكبة جول وجولان مقر يعني أو مشبه كبعيد مشبه به كبعيد لأذهانا مقر لنفس إنسانك أديبا كخلا استعدادك سالمي بيبخشيوه لشناختي وجه شبه نازك وردكانا لبين شيء كان وأودعه نفسي أديبك كأودعه الله كخواب وديع لو دايناوه قدرة على ربط المعاني قدرتك بيبخشيوه كأتواني بو قدرة ربط معاني بيك وبله وتوليد بعضها من بعض حاربين وبتواني بعض المعاني لبعض كثير توليدك أتاك إلى مدى بعيد يعني إلى مدى بعيد تا أن ذيك زوال مدى بعيد لا يكاد ينتهي كون بعد ذيك وك لدوايهات الناي والسر بلا أما هو تشبيه أما والسر بلاغة الاستعارة لا يتعدى هاتين الناحيتين نهانية كبو بلاغة الاستعارة شيء لو دون ناحيته برنامج هلواية وتشبه بعيد بيري مشبه به بعيد سافكيو تأليف ألفاظك فبلاغتها من ناحية اللفظ أوي أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه تركيب استعاري دلالة لسر أوأك كقركية تشبيه لبي البريت وقل بابا سن تشبيه لك على نية حاضر آه وتاني ويحملك عمدا على تخيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي مستوري وتوى دارك بعمد لسر أوك صورة تازة خيال كيبير كزين خوتو كأو صورة تازة أو نمهم به روعة يعني دلتشسبي أو صورة جديدة لبيري تو بباتو ما تضمنه الكلام أو إيك كلامك الذي من خوي بذوى لتشبيه خفي مستور وأمانه انظر إلى قول البحتري في الفتح بن خاقان وتيتي شيء وتيتي يسمو بكف على العافين حانية تهمي وطرف إلى العلياء طماحي بلا طماح يعني يسمو يعني بلو سرأتي بكف حانية على العافين بوسيلي كفيكي برل مهرباني لسر فقير هجارانا أو حانيتين صفتي كفاكية صفتي كفاكية كالمؤنس مجازي أو حنا يحنو يعني أنو شتيتا مثلا إن حنا اللي فيابو جاء مثلا الله كسي إن حنا فرزا الله أورنا ذاتا يا مثلا إن حنا يكين النرمش يعني شانا إن عطاف يعني أوردانوا انحنا يعني بربونه وباو هر برو سر مشو لا يخوارشو كثاني كان عوا منحنية بيبسر يعني هل بيحب يعني مهرباني كده
مثلا عافين عافين يعني محتاجة كان كديارة أو بيسمو بكف حانية تهمي على العافين يعني أو على العافين كيف متعلقي تهمي باشا تهمي يعني أباريني يعني أشوريني بس العافين يعني بس ندارانا وطرف يعني يسمو بطرف طماح إلى العلياء وبعد سركوتين بدز يعني بشاوك كشاوكا برو بالا أتركي يعني شاوي لبن مقاماتي بالا أو أيوة مقاماتي بالا بتسيني طموح طماح يعني نزل كردنا وني إلا أريه وبوجر لمحة ولا طمح شر مناوية يعني برو سروانين النزارق الذي يغالي في طلب المعالي ماذا يوسعي وراءها وتماح كسيك جران بهاي أكال طلبي معالية يعني جراني خوي أداب وأوي معالي بدل زيني وأم بهذا الحال أنا ترى في تماحة يعني نزل كذا طموح تماع عروه هو ما تماع وليس هم تمعني يعني شاولة بعوايا حالبي إذا تشيبوا بزاي استعارك ألست ترى كفه وقد تمثلت في صورة سحابة هتانة تصب وبلها على العافين السائلين تنابيني مثلا كفي او الان كفي وابع صورتك متمثل بوا يعني نعم تمثلت فتمثل لها بشرا سويا تمثلت يعني خويني شعندها وبروزي كردوا هاتوا تديدوا حاضرين هاتوا تديدوا يعني مجسم بوا لصورتي هوريكي بخردة هوريكا كان دير بربارانكا تصب وبلها كبالاني خوي الرجيع مثل عافين سائلين وأن هذه الصورة قد تملكت عليك مشاعرك وأو صورة مشاعري لتو سندوها إحساسات يعني مدارك فأذهلتك عما اختبأ في الكلام من تشبيه توي غافل كردغا لويك شارداوة لكلامك على تشبيه عشاء يعني او تشبيهك لكلامك عشان سأقال لو ايه توفير الذي لبيه لتشبيه جدنا عكيته حالبين واذا سمعت قوله في رسائل متوكل القول او شاعرك فتح بن خاق ابو حتورية قولي بحتورية كاذا سمعت قوله في رسائل متوكل وقد قتل غيلة يا غيلة يعني بترورك جرابي غيلة ونوعي بيا باشتر على صريع تقاضاه الليالي حشاشة يجود بها والموت حمر أظافره صريع يعني هو صريع يعني كسيك لعرز راو يا صريعك لعرز راوك تقاضاه الليالي حشاشة كشوكان داواي حشاشيك يعني ليكر يعني نيوجيانيك حالبي داواي نيوجياني كان ليه كردبو كنيوجيانك يجود بها شاكا جودي في الكابة يعني بيبخشي أو حشاشي بيبخشي بشوكان داواي أو نيوجياني هوني نيوجياني لو صريعة كردبو لو كتيوا كوتوبة بشتا وكوتوبو دراو بعرضا صريعة حالبين المطروح على الروح تقاله أصول تتقاله حذف ديحة التائين هكذا تكالي حذف كداو بالي دار قال يعني حشاشي بقي روح على مريض جريحة مثلا كسيد الهنبوة وصف يكابوي كأمل سعرف كوتوة شاكا نفس أخير إلى حياتي خوي دركا أو نفس بقي حشاشي تقاواه الليالي حشاشة يجود بها ليالي دواي حشاشي كان لأكل يعني دواي آخر نفس كان لأكل كأنبياء هذرو في أشكش بالليالي بكا أمجد حالك أبو والموت حمر أظافره مرق أظافري أو سور ببو إن نخكاني سور ببو بدر دو احتواء حوابت استعاري مكنية فهل تستطيع أن تبعد عن خيالك هذه الصورة المخفية للموت؟
أتوين لأن يخدوا لخيتوا وهي صورة حيوان مفترس أو حيوان مثل شكله ضرجت أظافره بدماء قتلاه شاكا كالرنجين درا وقام ككاني إن نكثاني بخيني كجلا وكاني خوي. ولهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ حتى التشبيه البليغ يجب الإخلاء لأنه وإن بني على الدعاء أن المشبه والمشبه به سواءون لا يزال فيه التشبيه منويا ملحوظا بخلاف الاستعارة لا يزال التشبيه تشبيه منويا بل أجر جي تشبيه بليغ دعاء أبيت ياكرا وكمشبه بشبه به مساوين بل عم تشبيه بمنوي وبملاحظة كراوي أمينة تتيايا ولبخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها منفي مجحود التشبيه شبا ومن ذلك تشبيه كما منوي ومجحود ولم يرى أن تشبيه منوي منفي ومن ذلك يظهر لك أن الاستعارة المرشحة أبلغ من المطلقة وأن المطلقة أبلغ من المجردة شنو حديث المطلقة ضمينيش قليلين تانية وأما بلاغة الاستعارة من حيث الابتكار وروعة الجمال وروعة الخيال وما تحدثه من أثر في نفوس سامعيها فمجال فسيح للإبداع وميدان لتسابق المجيدين من فرسان الكلام يا مجيدين تبرا شنو واو لا أصلا غير أي مجودين ولا باب إفعال وادرك يا مجيدين ماشا يعني وانيك بجواد يعني وانيك تشاك انظر إلى قوله عز شأنه في وصف النار فيقول وصف جهنم كان أعوذ بالله تكاد تميز يعني تتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير على جهنم وقت افتعك لداخل الرقة ترتسم أمامك النار مرتسم أبي يعني نفش بسيء لبردمتها آور في صورة مخلوق ضخم بطاش باشا مكفهر الوجه حاضر يعني زي مش عاوز قرش عابس يغلي عالي ضخم يعني كلص بطش زرب ورشين مكفهر وكو مقشعر مكفهر الوجه يعني وجه تاريك عابس رو قرش مثلا يغلي صدره حقدا وغيظا صدري أقول له بواني حقد وغيظا يعني تجمنه كي آواء يعني مخلوق كي آواء يعني تبر نزل فاستكاد تميز من الغيظ لوالا مشبه به حذف هو مشبه ما وطوك أنا رئيس عاري مكنيت يعني. ثم انظر إلى قول أبي العتاهية في تهنئة المهدي بالخلافة كمثلا مبارك بايت يعني. على تجد أن الخلافة أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها يعني خلافتها بولاي أو كحاضي وابو خلافتها قم منقادبو قردن كشيها بولاي أو عون بفلعها بولاي أم داوين كاني خوي بس داوين عباهي رايكشا بس عبدك فريانا كدو داوين خوي فوقاتو فخلاف الرايك بولاي أم يعني خلافة خلافة رامعك خلافة تجد أن الخلافة غادة هيفاء غادة نجني جوان هيفاء قد باريك مذللة هذا اللي ماشي بلى نرمشليكي خد باريكي بنازي ملول حاضري غمبار كفت فتن الناس بها جميعا كتوالي خلقي فيها قرفتار بو وهي تأبى عليهم أصلا ناشب ولايكس شاكل وتصد إعرابا إعرازها مكذ أني ولكنها تأتي للمهدي طائعة في دلال وجمال تجر أذيالها تيها وخفرا حالبي تي يعني بيابانا خفري جانب مخفي على واجهة يعني مغرورة رافعة هذه واجهة تيه على التاهي وخفرا تي خفر يعني شي يعني مخفي على في مانش كناني يا خفر خفارة دواي رافعة خب يعني برشيوي تكبر آميزو
این تکبر بسیار کسانی کیتره که اینا اول تکبر بیاره مناسب نیه. تکبری لگال کیتره هیه. خفری جانی پیمانی لگال خالق کیش کندو با خاطری ام. آقا من پیام آبی آبی باشه یعنی همو بیابانی همو بیابانه تیم مخفیانه خوی اجیانی بقبل دیدی همو کس خوی شرط بر او امده. اگر آبی لبر اول لبر بر اما خب تكبرك كما قبلت تكبرك لبر شاوي خلقي ترعى لنبوه يعني خلافتك لبر شاوي أما لبر شاوي خلقي كذا تكبرك ذي ولا أما شو ولا أما توازع لي حين خويك منقادة ونبو ذي منقاديدي هذه صورة لا شك رائعة أبدع أبو العتاهية تصويرها تصويرك إبداع كله وستبقى حلوة في الأسماع حبيبة للنفوس ما بقي الزمان فأبني النهاية ثم اسمع قول البارودي أما إذا استل منا صيد غرب سيفه تفزعت الأفلاك والتفت الدهر ماشا أجر السيد يقول إيما نوكش مشاركي درخة يعني كيشش مشاركي بيرة الدرو أفلاك كونها فزيعته يعني كونها الرحتية والتفت الدهر ودهر أور أداته ماشا شن لفت روى يعني جلدي نزل به يا أكريه وقلوا التفت الدهر أقع عوضة منصوبة خليتها يعني جلبي نزلي دهر أكاد وخبرني عما تحس وعما ينتابك من هول مما تسمع يعني خبر فيها بدأ لو إحساسيك هذا ولو شتيك توشد به لا هول لو هول عنك لو يك اي بي سي وقل لنا كيف خطرت في نفسك صورة الأجرام السماوية العظيمة عظيمتي حية حساسة ترتعد فزعا ووهلا وكيف تصورت الدهر وهو يلتفت دهشا وذهولا هذا والتفت الدهر دهري بخول ملتفت كذلك هروانا والتفت الدهر دهر التفاتي كذلك ركضة بلايا ثم اسمع قوله في دين ومن فاهو في من فاهو وهو نهب اليأس والأمل يعني طالاني يأس آرزو طالان غرب زين شعرك خوين نزال أسمع في نفسي دبيب المنى وألمح الشبهة في خاطري ماشان علي خشي تاي ارز وكان للروح اللي دروني خما ابي اسم والمح والمح الشبهه واحساء والشبهه ابي نم لخاطري خما منا معني مرنيه برا اكري مرني يشبه برا منا اكري جبني من يشبه ولي اكري اما منا مرجي اللي بديني ولا بر او منفايه نفسي خوما خشي تاي مرقى بينم وألمح الشبهة في خاطري والشبهة شبهة بينم لخاطري خوما يعني إحساسي أكب أي شيء أي بين نظر شبهة كيما بستي لا تشيع شبهة بينم شبهة بينم بولنا مردن مثلا بالله يعني شبهة كما هي لولا كآية أمرم يا نامرم هوا ثم أسمع قوله يسمع قوله في منفاه ماذا المنفاه شيء من ذلك من في بافي أو بيان مثلا يا أشتهر غلط بيان النسخة وإنه منفاه شو معنى يكي هي أبدين وتجد أنه رسم لك صورة للأمل يتمشى في النفس تمشيا ذي محسن يسمعه بأذنه كواتنا به أو مناهن به أو منايا من مرقنية منون مرقة أو أعرز وكان أو أظهر أسمع في نفسي دبيب المنى حالبين يعني خشي باي أعرز وكان أبي سمك بين الدي ولو أن الظنون والهواجس صار لها جسم يراه بعينه أما ظنون وهواجس كما نزوش بها كيها وايليات وجسمك يبيا كردوا كبشاوي خوي أي بيني حالبين يعني أو شبهاني بو بيابوا لا بردني عرز وكاني
سدي لا ديار أما أبى منفى يعني قبل منفي بعفي في وابك أو أرزوالي ناتدي أو نفي وقته إنما منفى النزم لوا يعني منفى ممكن ناوي أو قصيدة كيبي متوجبين ناوي قصيدة كيبي يعني ناوي كتابة كيبي شو؟ نهي يعني تعلان تعلان بتعلان شوني يأس أمل هو معناه منفاكه بيه مثلا أقل لي رجل نهي يأس أمل بيعني تعلان كردني يأس يعني نأميدي وزي أمل يعني أرزو يعني نهبي جاء لولا ونا أمدي تعبان كله لو أردنا تعبان كله خوش تيجي نمناسبة نزل موه نهبي معناه استدانيه ها لا لا نهبي يعني تعبان نهيب لا نهبي يعني أري ممكن النهيب نهيب مانية نهبي يعني تعبان وهو نبي تاريخ خلنا دوا يقرأ نصه أو أم جرى الله يبدأ هل رأيت إبداعا فوق هذا من تصويره الشك والأمل يعني الشك وأمل هردوك يعني تصوير كردوا يتجاذباني كواتب الله نفي هردوك يعني نهبي هردوك يعني تهرك يعني تعلان كردوا يا أودوانا نهبي يبقى تعلاني يبقى يأس تعلاني أمل أكادي أمل إيش تعلاني يأسك شنو الشعر مسرعي أولي أمل مسرعي دوامي يأسي وهل رأيت ما كان للاستعارة البارعة من الأثر في هذا الإبداعي؟ هل وتكواتا وجد مفهوم بوما؟ متواجبين؟ ثم ذو قول الشريف الرضي في الوداعي أما النسر قد دمع في الجيوب حياء وبنا ما بنا من الأشواق يعني فرميسك لقريبان كان مانا يعني ليخ كان مانا الزين ولا بر حياء يعني أواصر ما نكينه بلا في المسكمة أوارين إن أيوة النزول في واحد واحد زينة وفي المسكمة إذا قلت أواصر داخل خلق في المسكمة نازل باب النسر قد دمع في الجيوب حياء وبينا ما بينا وبينا من الأشواق ما بينا أريد تقريبا هو يسرق الدمع حتى لا يصم بالضعف والخور ساعة الوداعي تا خلق نشانه دار نكري بوي كاما ضعفو سستي هي لكاتيكا كا وداعك عليك وقد كان يستطيع أن يقول نسر الدمع في الجيوب بجي نسرق حياء ولكنه يريد أن يسمو إلى نهاية المرتقى في سحر البيان فإن الكلمة نسرق ترسم في خيالك صورة لشدة خوفه لبو شدة خوفك أن يظهر فيه أثر للعصف زوال لوات سيأخذك ضعف كذلك ولمهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء تسويلك البؤوية ولولا ضيق نطاق هذا الكتاب لعرضنا عليك كثيرا من صور الاستعارة البديعة ولم يتول نتيشا زوال معنا هنا ولكن نعتقد أن ما قدمناه فيه كفاية وغناء فيه كفاية وغناء كافية ما وفق بي إن شاء الله.